تقول إنني فتاة أبلغ من العمر 20 سنة ويتيمة من الوالدين، وتقدم شاب لخطبتي إذ أنه ذو دين وأخلاق عالية ووظيفة ممتازة جدا، وأنا أيضا تعليمي عال. فلما تقدم من أعمامي رفضوه بحجة أن هناك أخت أكبر مني ورفضوه، علما بأني فتاة أطلب الله الخير متمنية أن يتقدم لي مثل هذا الشاب. عندما تقدم سعدت كثيرا لأنني سوف أعيش مع إنسان يحميني ويصرف علي، خصوصا وأني يتيمة. فهل يصح من أعمامي هذا الرفض الذي لا داعي له؟ وهل أتقدم للقاضي في بلدتنا بحجتي هذه؟ وهل كل ما يتقدم لي من الشباب يرفضون بسبب هذا الشيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. وهل يصح من أخوالي أن يقوموا أيضا بهذا الشيء، أي يزوجوني على ذلكم الشاب وتنتقل ولايتي إلى أخوالي؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فلا شك أن تزويج المرأة بالكفء الصالح إذا تقدم لخطبتها لا شك أن ذلك فرصة ثمينة، والمبادرة باغتنامها فيها خير كثير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وأما قضية تزويج الصغرى قبل الكبرى فهذه قضية لا أصل لها في الشرع، وإنما يراعي الناس هذا جبرا لخاطر الكبيرة، وأيضا ربما يسبب هذا انصرافا عنها إذا زوجت أختها الصغرى، فإن الخطاب قد يقولون لو كانت الكبيرة محل رغبة لما صرف النظر عنها. بهذا الاعتبار راعى الناس هذه العادة. أما من ناحية الشرع فلا حرج في أن تزوج الفتاة بالكفء الذي تقدم لها، سواء كانت هي الصغرى أو الكبرى، وأرجو أن لا يصل الأمر إلى المقاضاة عند الحاكم، وأن أولياء السائلة ينظرون في المصلحة وأن يختاروا الطريقة النافعة، فإذا قصدوا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعينهم.